عايز اتكلم برضو على فكره قفشه والماتش الاولاني والماتش الثاني. هو نفس اللعيب وكل حاجه. الماتش الثاني بيعمل 3 اسيست جوان، الماتش الاولاني جايب جون، ابتدت بقى هو خلاص حط نفسه في المنطقه دي. يمكن كنت بتكلم انا في الراديو امبارح واول على ميدو فكره ان مفيش غير قفشه دلوقتي. كابتن حسام ما عندوش بديل لقفشه، حتى اللي بياخدهم مفيش بديل. يعني ممكن يلعب بفاروق شويه بس مش حته بتاعته، حتى لو خد رمضان مش حتته. لا هيقعد يلعب بقفشه فقط، ولو قفشه مش كويس هيلعب بمين؟ ايه الفكره اللي يلعب بيها؟ يعني هو بص، ولا لازم ياخد حد مثلا زي اوباما، زي ابراهيم، زي سين صاد اللي بيلعبوا في المنطقه دي برضه يبقى موجود ان كيس. انت وجهت نظرك؟ انا توقعت ان كابتن حسام هيختار اوباما يعني. مش عارف يعني، توقعت ان هو يختار اوباما، بحيث ان كده عبد الله السعيد كده كده مش موجود مصاب وبتاع. خد اوباما وشوفه. شوفه ممكن في ماتش زي النهارده تديله نص ساعه يلعب كويس، يبان فيها، ينور يبان شوية. فيها استغربت يعني في موضوع اوباما بالنسبه لي يعني. قفشه رايك فيها؟ قفشه هايل النهارده. لو شفت الماتش بتاع جزر القمر كويس قوي، في الجول بتاع محمد شريف راح ضغط كويس جدا، وفي التوقيت المناسب راح مباصيله الكوره متحرك. بيبص كويس واشتغل كويس، لعيب كويس جدا بصراحه.